السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بيكم حبايبي ابطال جريد 4، ورجعنا لكم فيديو جديد من قناتنا دكتور ساين صفاء. اتمنى لو عجبكم الفيديو الاشتراك معنا في القناة وننزل نعمل لايك على الفيديو. النهاردة ان شاء الله هنبدأ نحل امتحانات وتمارين والموديل اكزام بتاعت كتاب المعاصر الاسسمنت لجريد 4 استعدادا لامتحانات نهاية العام. يلا بينا نبدأ يا جريد 4. موديل اكزام نمبر 1، question number 1، choose the correct answer. Number 1، the space on the rover Curiosity converts solar energy into space energy which is used to charge its batteries. احنا درسنا وقلنا ان الروفر Curiosity اللي هي المركبة اللي بتطلع عشان تستكشف لنا كوكب المارس بيكون موجود فيها solar panels. برافو عليك. solar panels بتستخدم السولار energy وتحولها لي electrical energy. يبقى هنختار انهي شوز؟ يبقى نمبر A، solar panels بتتحول الطاقة السولار energy into electrical energy. question number 2، sand is formed due to breaking down of sand. بقى الرمال بتتكون نتيجة تكسير ايه؟ برافو عليك وسمعاك وكلكم قلتوها مع بعض، نتيجة البريكنج داون اوف روكس. الروكس بتتكسر بتدينا ساندز. نمبر 3، among forms of fuel that presents in car fuel station are، يعني محطة اللي هي بتدينا الوقود، محطة الوقود بتاعت السيارات، محطة البنزين بيكون فيها قلنا نوعين من الفيول، قلنا فيها ايه وايه؟ العربية بتاعت بابا بتشتغل بايه؟ برافو عليك، بالجازولين، او بيكون فيها اسطوانة او انبوبة بتتملئ بالناتشورال جاز. يبقى هنختار الجازولين and natural gas. خلوا بالكم السؤال ده مهم جدا. نمبر 4، all of the following are examples of renewable energy resources except، كلهم من مصادر الطاقة المتجددة ما عدا واحدة. طب تعالوا نشوف، sunlight renewable، الwind renewable، الwaterfall renewable. يبقى الاكسبت الوحيد اللي عندي هو الفوسيل فيول. Question number B، what happens if lichens growing on rocks produce acid. قلنا lichens ده هو عبارة عن كائنات دقيقة، خليط ما بين الفطر والطحالب. اللي بيحصل بقى لما بتنمو على الصخور وتبدأ تنتج الأسيد، اللي بيحصل ان الأسيد ده بيبدأ يدوب المعادن اللي موجودة في الصخور. In English، minerals of rocks are dissolved. Minerals of rocks are dissolved causing their breakdown. كلمة breakdown ناقصها حرف، ناقصها حرف الـ A وبعدين الـ K، causing، يبقى mineral of rocks are dissolved causing their breakdown. المعادن الموجودة في الصخور بتدوب وده بيسبب ان الصخرة بتتكسر. question number 2، put true or false. هنحط علامة صح وخطأ ومش مطلوب منك ان انت تصلح الخطأ. number 1، you need gasoline to move a bicycle. هل العجلة بتاعتك بتشتغل بالجازولين؟ false طبعا يا ميس، الكار هي اللي بتشتغل بالجازولين. number 2، solar panels consists of one small solar cell. هي فيها one؟ لا طبعا فيها mini، يبقى برضو false. number 3، most of energy chain starts with the moon. كل سلاسل الطاقة او معظمها بتبدأ بالمون؟ لا طبعا بتبدأ بالسان، يبقى برضو دي فولس. number 4، we cannot create new form of energy and also we cannot destroy an existed form of energy. يعني الطاقة ولا هتقدر تخلقها ولا هتقدر ان انت تحطمها. الكلام ده مظبوط؟ برافو عليك، ده قانون حفظ الطاقة، قانون ان اسمه energy conservation law. يبقى that's true. question number B، correct the underlined word. هنبدأ نصلح الكلمة اللي تحتها خط. number 1، deltas are formed by weathering process. هل الدلتا يا ولاد قلنا ان هي بتتكون بعملية الweathering؟ برافو عليكم، لا طبعا مش بالويزرينج، بالديبوزيشن. هنكتب له ما بين القوسات الاقواس الديبوزيشن. number 2، dunes are lowland area which have gently sloped side. هل الدونز هي لو لاند اريا؟
برافو عليكم. لا طبعا ده الفاليس، يبقى هنكتب له فاليس. question number 3 write the scientific term of each of the following. number 1 advice used to convert electrical energy into light energy. جهاز بيحول الطاقة الكهربية لطاقة فيها إضاءة، يبقى هي الايه؟ الالكتريك بالب، المصباح الكهربائي. number 2 natural resources of energy that take a short period of time to be renewed. طبعا هي renewable resource of energy، مصادر الطاقة المتجددة. number 3 natural movement of air. طبعا الاير اللي بيتحرك ده كلنا عارفين ان احنا بنسميه wind that results from the difference in temperature between cold air and hot air. طبعا هي الويند. number 4 the energy produced from a battery. الطاقة اللي بناخدها من البطارية هي الالكتريكال انرجي. question number b give a reason for the following. we must turn off lights that are not needed for a while. انت لازم ان انت تطفي اي اضاءة انت مش محتاجها تطفيها، خرجت من الاوضة بتاعتك تقوم طافي الاضاءة. ليه بقى نعمل كده؟ هنقوله to conserve the electricity، عشان احافظ على الكهرباء. كده بنكون خلصنا الموديل اكزام نمبر 1. ندخل على موديل اكزام نمبر 2. choose the correct answer. number 1 the input energy when using the hair dryer is the space energy. ال input يعني الطاقة اللي داخلة للجهاز لما بستخدم مجفف الشعر ال hair dryer. برافو عليكم، هي طبعا ال electrical energy. number 2 the steps of forming fossil fuel don't include space of the remains of the living organism. يعني الخطوات اللي انا بكون بيها الوقود الحفري الفوسيل فيول لا تشمل نقط بقايا الكائنات الحية. طب نشوف مع بعض decomposition. اه يا ميس انا عشان اكون فوسيل فيول لازم هعمل decomposition. طيب bearing ان انا ادفن الكائن الحي، اه لازم ادفنه. heating اه لازم يكون في حرارة وفي كمان pressure. طب cooling؟ لا طبعا مش محتاجين الكولينج في حاجة عشان اعمل الفوسيل فيول. يبقى الاكسبت بتاعنا اللي هو don't include هي عملية الكولينج. number 3 fossil fuels need space to be formed under the earth's surface. بيقولك بقى الفوسيل فيول عشان تتكون تحت سطح الارض under the earth's surface بتاخد وقت قد ايه؟ هل هتاخد 5 years 10 years hundreds of years ولا هتاخد millions of years؟ برافو عليكم، هتاخد يا ميس millions of years عشان تتكون. number 4 water flow through turbine in dams to generate space energy. يعني السريان بتاع الماء من خلال التوربينات اللي موجودة في السد بتولد لنا طاقة ايه بقى؟ electrical potential solar light. طبعا بتولد electrical energy، كلنا عارفين الهاي دام ان اسوان بنطلع منه electrical energy. question number b give reason for the following. iron inside rocks may rust. ليه الحديد اللي جوه الصخور ممكن ان يحصل له ان هو يصدي؟ due to reaction between iron and oxygen of air. نتيجة التفاعل ما بين الايرن اللي مكون الروك والاكسجين اللي موجود في الاير. question number 2 complete the following sentence. number 1 both space and space are used to grind grain to make flour hundreds of years ago. كان في بقى اتنين ديفايس كنا زمان بنستخدمهم عشان يعملوا عملية grind يعني طحن الجرين الحبوب عشان يكون لنا الفلور. ايه وايه بقى الجهازين اللي احنا كنا بنستخدمهم زمان؟ طبعا الويند الويند ميلز طواحين الرياح والووتر ميلز وطواحين المي. number 2 in any energy chain some of the energy is lost in the form of. في بعض الطاقة بتفقد على هيئة heat حرارة. برافو عليك. number 3 wood and space are example of biofuel.
while space and space are example of fossil view. خلي بالك بيقول لك بايو يعني بيتكون من كائن حي. عندنا الوود بيجي من ايه؟ من تري، فده كائن حي. وفي ايه تاني؟ وفي الشاركول يا ميس، برافو عليك. الشاركول، ده example للبايفيول. while space and space are example of fossil fuel. الفوسيل فيول طبعا الاويل اللي هو النفط، والكول، في فرق ما بين الكول والشاركول. الشاركول ده المصدر بتاعه بايفيول، انما الكول ده المصدر بتاعه بيبقى فوسيل فيول. number 4 when you ride a bicycle the space energy stored in your food is conserved converted into space energy which causes the bicycle to move. الفود بتاعك بيكون فيه انرجي نوعها ايه؟ برافو، نوعها كيميكال. كيميكال انرجي اللي بيكون ستورد في الفود هتتحول لايه؟ انت هتبدا تحرك البيدلز بتاع البايك بتاعتك، يبقى هتتحول لكاينيتك. طالما في حركه يبقى كاينيتك. question number 3 في نمبر بي الأول، what's happen if river eroded the sediment of a mountain over a long period of time. أنا عندك نهر عمال يشكل ويعمل نحت للجبل لفترة زمنية طويلة، اللي هيتكون لنا الكانيون. A canyon is formed، على طول هيتكون الكانيون. Question number 3 correct the underlined word. Number 1 when the water of a river travels downhill on a steep slope يعني منحدر شديد الانحدار. its speed decrease، هل المية ما هتنزل منحدر شديد قوي كده هتقل؟ لا طبعا، السبيد بتاعتها هيحصل لها ايه؟ increases. number 2 the valleys have steep slope يعني انحدار شديد. لا مش الفاليس اللي ليها انحدار شديد، هي الكانيون. اما الفاليس كان ليها ايه؟ كان ليها gentle slope. نكتب هنا جنتل. number 3 after this of living organism there remain are bored under the earth's surface and exposed to extreme pressure and cool. لا بيتعرضوا للإكستريم pressure and heat، الحرارة. number 4 erosion process is usually followed by weathering process. احنا قلنا في عمليتين بيتبعوا البعض، الاروجن بيتبعها على طول عملية deposition. deposition process. اخر سؤال عندنا، look at the following figure then put true or false. عندك الكار بتاعت الكيريوستي، وعندك الكار التوي كار اللي انت بتلعب بيها بالريموت كنترول. بيسألك سؤال، the movement of the two car can be controlled from a distance by using remote control. يعني السيارتين دول اللي هي الكيريوستي والتوي كار اقدر ان انا اتحكم فيها باستخدام الريموت كنترول، true ولا false؟ برافو، اكسلنت، ترو طبعا يا ميس. طيب نمبر 2 كار 2 يوزس sunlight تو موف. كار نمبر 2 اللي الولد بيلعب بيها دي بتستخدم sunlight تو موف، فولس طبعا. كار نمبر 1 هي اللي بتستخدم sunlight في السولار بانلز، يبقى هنا دي هتبقى فولس. كده بنكون حلينا مع بعض 2 موديل اكزام. انتظرونا ان شاء الله نحل بقية الاكزامز مع بعض. لو عجبكم الفيديو اشتركوا معنا في القناة، ننزل نعمل لايك على الفيديو. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.